نظرية التطور هي صناديق الزبالة، مش أنا اللي بقول الكلام ده والله دلوقتي، هم اللي بيقولوه. مكانها صناديق الزبالة، ما عادش لها أي قيمة، لأن كل كثير من العلماء اللي كانوا بيؤمنوا بهذه النظرية يرون الآن أن الخلق المحكم هو ده البداية. ومن هنا يا دكتور مجاهد نناشد المسؤولين في دول الإسلام، نناشدهم أن يحذفوا نظرية داروين الكافر من كتب الطلبة التي تدرس لأبنائنا، والتي يقررون فيها أن الإنسان أصله قرد، وكذبوا. ورب العزة يقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ويقول الله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا، فما زال الخلق ينقص حتى الآن. جدير بمدارس أهل الإسلام أن تحذف هذا الباطل من كتب وزارات التربية والتعليم، الباطل الذي يفيد أن الإنسان أصله قرد ويضل الناس على علم. وفقكم الله.